أول ما بدأت الكتابة الهيروغليفية كانت عبارة عن رموز بسيطة جداً استخدمها المصري القديم علشان يسجل بيها اسم شخص أو مكان، وحس منها إنها ليها طاقة سحرية. عن طريق نقش قدر إن هو يسجل أفكاره، وواحدة واحدة مع تطور الحكومة المصرية ووجود عاملين على شؤون الدولة اتطورت معاهم الكتابة الهيروغليفية.